مرحبا، اليوم رح نكفي سلسلة تعليم الرايمو. رح نحكي عن بعض الأدوات يلي ممكن تفيدنا، أكيد رح تفيدنا بالشغل، ورح تستخدم لل2D وال3D فينا نستخدمها سوا. من الأدوات اللي نحن فينا نستخدمها يلي هي الستريتش. ستريتش موجودة بالقائمة نفسها تبع فلو ألونج سيرفيس اللي هي هون، هاي هي بالمايك وفي الويندوز نفس الايكون، ما في شيء بيختلف، بس المكان شوي بيختلف. اكيد فينا نطلعه من هون، وفينا نطلعه من لما نكتب على الكوماند ستريتش راح تطلع معنا. طيب قبل ما ناخذ الاداه راح ارسم انا من الفرونت، راح ارسم هذا الشكل. راح اعطيك شادد راح اخذ من هون لهون. هلا الستريتش عنا بالبداية بدنا نشوف شو فينا نشتغل فيها. الستريتش من اسماء نحنا فهمنا عارفين شو هي، انه في عنا الاوبجكت راح تكون بعملية المد فيه. select object press enter when done، راح اخذ من نقطة هاي لهاي وراح اعمل عملية. أول شغلة تغير عنا شكل حجم الأوبجكت بالإضافة للأيزوليت الخطوط الموجودة عليه، كمان تغير عدده صار عدد أكبر بكتير. طيب إذا أنا باخد هذا الشكل ذاته بس رح أعمل كنترول زد كنترول سي كنترول في، أحطه على جنب، رح أعطي هاي رح أعملها ستريتش، رح أحطها من هون لهون، وهي رح أعطيها سكيل 1D. راح اخذها تقريبا، راح اعمل الطول ذاته يلي تغير عنا بالسكيل 1 دي فقط الحجم. هون تغير شكل الخطوط الايزوليت موجودين عنده بالاضافة ل الحجم تبعه. بال 2 دي كمان العملية ذاتها راح نعمل خطين، راح اجي سكيل 1 دي هاي راح اخذ من الميد للاند، وهون رح اعمل ستريتش كمان من المد للاند. رح اعمل edit point، هون عدد النقاط عنا زاد كتير، هون ضل عدد النقاط مثل ما هو ما تغير فيه شيء. طيب رح اخد هذا الاوبجكت رح اعمل ستريتش، بس لما اكبر رح احاول اصغر كمان تصغر عنا وبتضل مثل ما هي، ما في يعني ستريتش بتشتغل على الجهتين سوا. تقريبا هاي كل شيء اللي فينا نستخدمه بالأداة. أكيد فينا نستخدم لكل الأوبجكت كل الأشكال الموجودة عنا. مثلا إذا بدي أرسم سفير راح آخذ ستريتش. طيرت بهذا الشكل، ما بنصح انه تعملوها اكثر من هيك لان اكيد اللابتوب حيحلق عليها. طيب راح اعطي كنترول زد راح اعمل سكيل 1 دي لنشوف الشكل كيف راح يتغير معنا. خلينا نشتغل على كله، تغير بهذا الشكل يعني اذا بنحط ثنتين حد بعضهم هاي بنشتغل عليها سكيل 1 دي، هاي بنشتغل عليها ستريتش. هاي اخذت شكل وهاي اخذت شكل مختلف. طيب اذا بناخذ سكيل 1 دي من هون لهون، بس ممكن الجهاز يعلق بعدها فتصير عندنا مشكلة. اوكي هذا كل شيء بخصوص الستريتش، ورح ننتقل لأداة تاني